السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الكريمات اشتملت على فوائد كثيرة. أذكر من ذلك أولاً أن التقي لا يكون معصوماً من فعل الفواحش أو ظلم النفس، لأن الله تعالى لم يقل لم يفعلوا الفواحش ولا ظلموا أنفسهم. فالفاحشة عاذنا الله وإياكم منها، وإن كانت تخدش التقوى، فإن العبد إذا تاب منها قبل الله منه توبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فليس الشأن ألا يفعل الإنسان المعصية، وإنما الشأن أن يفعلها ثم يتوب بعد ذلك منها. ثانيا، أن الذنوب منها ما هو فواحش ومنها ما هو دونها. ففي الآية الكريمة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، للتنويع. ولذلك قال أهل العلم أن الذنوب كبائر وصغائر، ولكن ما الضابط بين هذه الكبائر وبين هذه الصغائر؟ قال بعضهم: الكبائر لها عدد محدد، فعدد الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، إلى ما انتهى علمه من هذه الكبائر. وقال آخرون: بل الكبائر محدودة وليست بعدد معين، أي مرتبطة بوصف معين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء أن فيه حد في الدنيا كالقتل والسرقة والزنا وغير ذلك، أو ما جاء فيه لعن كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله المصورين، وكذلك ما جاء فيه غضب من الله، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك ما جاء فيه الوعيد في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكبائر ما جاء فيها حد أو ما جاء فيها وعيد في الدنيا أو في الآخرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من غشنا فليس منا. وهذا دليل على أن الغش من الكبائر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا دليل على أن إيذاء الجار من الكبائر. وأيضا هذه الكبائر على درجات وليست على درجة واحدة،
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال وذكر منها الشرك وعقوق الوالدين وقول الزور. فعلى ذلك يقال أن هذه الكبائر تختلف في من ناحية الإثم بحسب ما يترتب عليها من آثام ومفاسد. ثالثا من فوائد الآيات الكريمات سرعة انتباه هؤلاء أصحاب التقوى ورجوعهم إلى ربهم عز وجل عندما يذنبون، يستغفرون مباشرة. ولذلك قال أهل العلم أن التوبة واجبة على الفور. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاءه الموت وغرغر لا تقبل منه التوبة، والمؤمن لا يدري متى يفجأه الموت، وعلى ذلك فالتوبة واجبة على الفور. رابعا أن ذكر الله جل وعلا موجب للرجوع إلى الله تعالى، لقوله في الآية الكريمة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. خامسا من فوائد الآيات الكريمات أن الله جل وعلا ذكر أن هؤلاء المتقين يبادرون إلى التوبة، يبادرون إلى التوبة. وفي هذا رد على من يقول من أصحاب المعاصي الذين يفعلون المعاصي ويقولون أن الله تعالى غفور رحيم. إذا لماذا لا تستغفرون؟ أليس الله جل وعلا قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة والمقام المحمود: المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وفي الآية الأخرى: واستغفر لذنبك. سادسا أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله، فلذلك جاء في الآية الكريمة: ومن يغفر الذنوب إلا الله. في صحيح الإمام البخاري شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سابعا أن الله جل وعلا ذكر من صفاتهم هؤلاء أصحاب التقوى أنهم لا يصرون على ما فعلوا من الفواحش أو ظلم النفس وهم يعلمون. ثامنا أن من فعل الذنب ثم استغفر فإن الله تعالى يغفر له وإن تكرر ذلك منه: فعل الذنب ثم استغفر ثم فعل الذنب ثم استغفر. المهم أنه لا ينوي التوبة قبل فعل الذنب، فإذا طاوعته نفسه أو غلبته نفسه وفعل الذنب استغفر مباشرة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تاسعا توبيخ من فعل المعصية وأصر عليها، ولذلك قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة من كبائر الذنوب. عاشرا وأخيرا أن من أعظم أو من أكبر الكبائر أن المجاهرة بمعصية الله تعالى، والمجاهرة على قسمين: أن يفعل المعصية أمام الناس، أو أن يفعلها سرا ثم يحدث بها أصحابه. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يستره الله عز وجل، فإذا أصبح أخبر به أو قال: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستر رب عز وجل فيكشف ستر الله عنه. وهذا كحال بعض الشباب الذين يسافرون إلى الخارج ويفعلون الفواحش ويشربون الخمور ثم يخبر أحدهم بما فعل أصحابه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله:
والجهر بالمعصية، الجهر بالمعصية مما يغضب الله جل وعلا. وقد يمن الله جل وعلا على العبد فإذا ستر على نفسه ستره الله تعالى. وكذلك قال ابن بطال رحمه الله: الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله تعالى وبحق رسوله وبحق المؤمنين، ومن جهر بمعصيته فقد أغضب ربه، ومن ستر نفسه ستره الله جل وعلا. انتهى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.